أستاذ محمد سعيد محامي الدار البيضاء، عضو لجنة الدفاع المعسكري لحركة الريف. طبعا الآن تقرر صدر قرار عن محكمة النقد بالرباط قصد إحالة الملف ديال المعسقة لحركة الريف جميعهم على محكمة الاستئناف الدار البيضاء، وغالبا سيتم تقديم مجموعة اليوم من اليوم لدى السيد الوكيل العام لدى محكمة الدار البيضاء على أن تتم تقديم المجموعة الأخرى غدا الأحد. وهذا القرار اللي جاء بناء على قرار ديال الغرفة الجنائية محكمة النقد، جاء بناء على طلب السيد الوكيل العام بملتمس يرمي إلى إحالة الملف من الحسيمة إلى الدار البيضاء نظرا ل اختصاص الاستثنائي في إطار اختصاص استثنائي، نظرا للمسألة تحت دارعة مسألة أمنية. وطبعا هذا كيخول القانون وخاصة الفصلين 272 و271 القانون المسألة الجنائية لكل من الوكيل العام لدى محكمة النقد ولكل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وهذا ما سمى فعلا. وبالتالي في هذا القرار كيدخل باب الاختصاص الاستثنائي اللي كيعطي الصلاحية لمحكمة النقد لحالة أي ملف أي قضية تحت مسألة ديال الأمن العمومي، وهذا ما وقع. الآن بعد قليل تم مخابرة أو الاتصال مع الزفزافي ناصر لدى مقر الفرقة الوطنية بعد لحظة تقريبا دامت اللقاء معه نص ساعة، صرح فيه بظروف اعتقاله ومكان اعتقاله وطريقة التعامل معه من خلال ضباط اللي اعتقلوه في يوم 2/29 فجر يوم 2/29 من الشهر الفائت. طبعا تحدث عن ظروف الاعتقال ديالو وما تعرض له ارفق ذلك من 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 ممارسات اللي احتفظنا بها حتى تكون محطه دفعين امام السيد الوكيل العام وامام الجهه اللي غادي تحل الملف. وكذلك صرح انه لدى الفرقه الوطنيه لما تحال يوم الاثنين صباحا حوالي الساعه 10 بعد ان نقل بمروحي الطرف البلدي، انه بالنسبه للمعامله ديالو من طرف عناصر الفرقه الوطنيه كانت معامله عاديه ولم يتخللها اي اساءه ماديه ومعنويه. صرح كذلك على انه تم الاستماع اليه وفق مجموعه المحاضر، وطبعا تم البحث معه والتحقيق معه في مجموعه ديال الوقائع اللي تنسبت ليه ابتداء من واقعه المسجد الى واقعه تلقي اموال الخارجيه الى واقعات علاقته بالتنسيقيات ديال اوروبا الى غير ذلك من الوقائع التي تم التحقيق معه فيها. واكد انه قبل ما يوقع المحاضر انه تلات على المحاضر واطلع عليها. الان حنا في انتظار التقديم ديالو رفقة باقي معتقلين معاه، والان انتقلنا للمقر ديال المكان المحكمه ديال محكمه الاستئناف الدار البيضاء قصد مواكبه الحضور مع المعتقلين اللي غيتم تقديمهم زوال هذا اليوم. وشكرا.